للمي بيتر مورز ليدر سكولرشيب اللي هي المنحه باش انا كنقرا دابا. شنو هي هاد المنحه؟ هي منحه مديوره من طرف وزاره الخارجيه الامريكيه دي يو اس ديبارتمنت اوف ستيت. هي التلاميذ اللي كاينين في البكالوريا ولا في العام الاول ديالهم في اليونيفرسيتي واللي هما من المنطقه ديال الشرق الاوسط وشمال افريقيا. هي منحه تقدروا تقراوا فيها في الجامعه الامريكيه ببيروت ولا الجامعه الامريكيه الجامعه اللبنانيه الامريكيه، بجوجهم كاينين في بيروت. من الجامعات الجامعه الامريكيه في بيروت هي مصنفه الاولى في العالم العربي وهي مصنفه من المراتب التوب من التوب في التوظيف ديال الخريجين ديالها، يعني توظيف النسبه ديال التوظيف ديال الخريجين ديالها فايت اكثر بزاف من الجامعات الامريكيه والجامعات حول العالم. هي منحه باش كتنمي لكم القائد اللي كاين داخل ديالكم، يعني هما كيشوفوا فيكم واحد البوتنسيال انكم تقدروا تكونوا قاده في العالم العربي، تقدروا تغيروا شحال من حاجه في المجتمعات العربيه، وهما كيعطيوكم هذوك الادوات باش انكم تقدروا تبدلوا هذوك الحوايج اللي ما كيعجبوكمش. وكما قلت دابا هي الهدف ديالها انكم تاثروا على العالم العربي، يعني هما ماشي غادي يخلصوا عليكم اربع سنين وتقراوا هذاك الشيء اللي بغيتوا. مرحبا بك. تقراوا هذاك الشيء اللي بغيتوا في جامعه اللي مزيانه بزاف باش صافي غير تمشيو وتخدموا وتجمعوا الفلوس. لا، هما دائما هاد لي بروغرام تيبغيوكم انكم تعطيو للمجتمع ديالكم، يعني كما نتوما كنتو في حاجه قبل ما تشدوا هاد المنح، راه باقي الناس اخرين اللي باقي خاصهم يعرفوا حتى هما بهاد المنح ويحسنوا حتى هما من الظروف ديالهم. بغيت الحاجه اللي كما قلت في البدايه هي الفرص، يعني هاد المنحه عطاتني فرص هائله اللي ما عمري ما تخيلتها. هاد الصوره هي صوره من المخيم ديال اللاجئين السوريين فين كنطوع. هذا كان واحد النهار سميناه هيلب تري كيدز كلين اب داي، اللي هو يوم ديال النظافه. جمعنا الدراري وجمعنا متطوعين، هادو متطوعين من الجامعه ديالي، كاملين الاصدقاء ديالي، اتفقنا بيناتنا وقلنا المخيم كيكون موسخ بزاف والدراري كيلعبوا فيه، علاش لا ما نمشيو نقيوه. وصافي شرينا ليكات، شرينا لي بلاستيك باغز، شرينا هذوك سميتهم لي ماسك، ونقينا المخيم وصافي ولا نقي. يعني ماشي حتى كتشوف اي راه كتنفع الدراري وكتنفع والديهم، ولكن حتى انت كتحس بواحد الاحساس بلا راك درتي شي حاجه، ماشي غير كتمشي وكتقرا وكتصافي كتمشي كتنعس وكتقرا وكتنعس، كتعطي انت للمجتمع ديالك، وهذا الشيء راه كينفع بزاف في السي في ديالك. يعني فاش كدير انني جيريت اكثر من 100 طفل في مخيم سوري في لبنان، راه شي حاجه كتبان خاصه الشركات العالميه كتبان لهم شي حاجه واو. هذه كنت شاركت في الكونغرس ديال طلاب لبنان، كانت في بيروت. هنا كنت لقيت كانت عند المقاوله جوال مادينيان، ما عرفتش شكون اللي كيعرفها، هي كان عندها واحد البروغرام سميتو جوال. هنا هضرت لينا على لونتربرونيا وشكون اللي بغى زعما كيفاش نبداو اننا البيزنس ديالنا، كيفاش نجيريو واحد لوغانيزاسيون ديالنا، كيفاش نقدروا نبداوها من الزيرو. هنا لقيت بالوزيره اللي كانت وزيره ديال التعليم في فرنسا نجاة بالو بالقاسم، كانت جات عندنا الجامعه هضرات على التجربه ديالها، عطاتنا بزاف ديال النصائح كيفاش نقدروا حتى حنايا نوليو قاده خاصه في العالم العربي. وهنا هذه التصويره كتعجبني بزاف، هنا الملعب ديال لافاك، هذه هي الطريق ديما ملي كندوز فاش نمشي للكلاس ديالي. هنا ليكول ديال البيزنس، هنا لاصال ديال السبور فيها لا بيسين فيها كاع داكشي، هنا الملعب وهنا البحر. واحد الحاجه اخرى اللي زعما عن طريق هذه المنحه خولتها ليا هي انني هذا العام اختاريت في منظمه فيوتشر جلوبال ليدرز اللي كيختاروا 17 واحد في العالم، كيتلقاو اكثر من 1000 تقديم، يعني شحال من واحد اكثر من 1000 واحد كيدفع عليها، وهما في الغالب كيختاروا ناس من اللي كيقراو في جامعات بحال اوكسفورد هارفارد، يعني ديال الاي بي ليغ ولا كامبريدج، يعني جامعات اللي كيتصنفوا الاول توب 1% 10% في العالم. بحال مثلا هاد السيد كيقرا في لندن ايكونوميك سكول، هاد السيد كيقرا في بنسلفانيا يونيفرسيتي، هذا كيقرا في ام اي تي ماساتشوستس انستيتوت اوف تكنولوجي اللي تصنف هاد العام الاول في العالم كامل، هذا كيقرا في هارفارد ستانفورد، المهم كلهم كيقرا في جامعات مزيانه. عن طريق هاد المنحه خلات لي انني انا نكون بيناتهم مزيانه بزاف. انا غادي نخليكم دابا تتفرجوا في واحد الفيديو اللي دارته اميديس،
اميديس هي اللي دايره الشراكه مع وزاره الخارجيه الامريكيه باش يديروا هذه المنحه، وغادي تعرفوا اكثر، غتشوفوا الناس اللي هما شاركوا في هذه المنحه، وغادي يهضروا لكم شويه على التجربه ديالهم، وتشوفوا حتى الجميع. كاين شي سؤال لحد الان على اي حاجه هضرت عليها؟ مزيان تكون عندك لونجلي، حيت فاش كنمشي لهنا انا تقريبا زعما كنهضر غير باللونجلي، والناس تما تيهضروا غير باللونجلي، حتى الدراسه كتكون غير باللونجلي، ما كتكونش شي لغه اخرى. مزيان يكون عندك لونجلي، ولكن حتى الا ما كانش المستوى ديالك عالي بزاف، تقدر تكون مؤهل باش يعطيوك عام واحد باش تخدم على لونجلي. يعني ما كتقرا حتى حاجه، كتركز غير على لونجلي حتى تتحسن، وكتبدا كتكمل دراستك بحال الطلاب الاخرين. مزيان، حيت هما اصلا في التقديم كيطلبوا منك تيست ديال لونجلي توفل، وخاصك تجيب واحد المينيموم ديال 56 56 على 120، اللي هو هابط بزاف، زعما تقدروا تجيبوه بكل سهوله الا كان عندكم مع لونجلي شويه. ولكن حتى الا ما جبتوش مزيان بزاف، راه كيعطيوكم داك العام باش تخدموا على اللغه الانجليزيه ديالكم. المضمون ديال انهم كيهضروا على التجربه ديالهم، كيقول لكم انكم ما يطيحوكمش النقاط ولا شي حاجه وقعت لكم، غير دفعوا لهاد المنحه، راه كيديو اكثر على الشخصيه ديالكم، واش هي شخصيه ريسبونسابل، واش هي شخصيه اللي مرينه، اللي هي تقدر اي زعما وتقدر دير بزاف ديال الحوايج في العالم العربي. كما كتشوفوا الناس هنا راه جايين من جميع انحاء العالم. هاد البنت من ليبيا، هاد البنت ما تنعرفهاش، ولكن غتكون جايه من نقدرش نقلع، المهم جاي من شي دوله في العالم العربي. هاد الدري جاي من ليبيا، واخا ما سمعتوش الفيديو، ولكن كما قلت لكم المضمون ديالو هو انكم تشجعوكم انكم تدفعوا لهاد المنحه باش تنضموا للعائله ديالنا، اللي هي العائله ديال مافي في الجامعه الامريكيه في بيروت، وحتى الجامعه اللبنانيه الامريكيه. هنا غادي نهضر على الفوائد ديال هاد المنحه، يعني شنو كتعطيكم. كتعطيكم كتغطي المصاريف ديال السفر، يعني كتعطيكم جوج ديال التيكي في العام، يعني الي غوتوغ، وحده في الشتاء تقريبا، وحده اخرى عاوتاني في الصيف. كيغطيوكم جميع المصاريف ديال الدراسه، حيت الدراسه خاصه في الجامعه ديالي كتكون غاليه بزاف، يعني تقريبا تقدر تطلع شي نقول شي 40 مليون في السيمستر تقريبا. هذه غير الدراسه، خلي عليك التكاليف ديال السكنه، خاصك تخلص السكنه باش تسكن في هذيك المنطقه، يعني حاجه شويه غاليه. كما قلت كيخلصوا عليكم القرايه، كيخلصوا عليكم الفيزا، مصاريف ديال الفيزا، كيخلصوا عليكم حتى مصاريف ديال الاقامه، كيخلصوا عليكم السكنه، كيخلصوا عليكم كيخلصوا عليكم، ولكن كيوفروا لكم مجموعه من الورشات ديال القياده. يعني مثلا في السيمستر تيكونوا عندنا وركشوبس، اللي هما ورشات، كتختاروا نتوما اي ورشه كتهمكم اكثر. مثلا في هذا السيمستر الاخير كانوا عندنا ثلاثه ديال لي شوا، كان عندنا واحد لو شوا ديال زعما داكشي ديال السينما وكيفاش نصوروا فيديو بروفيسيونيل، جابوا واحد المدرب من سي ان ان، هي واحد القناه معروفه، وهو كان مخرج لمجموعه من الافلام اللي حاز على مجموعه ديال الجوائز. كانوا جابوا لنا انا الوركشوب، الورشه اللي اختاريتها هي مهاره التقديم والتواصل، كانوا جابوا لنا واحد السيد اللي هو لبناني الجنسيه، ولكن تيخدم على الصعيد العالمي، كيدرب الرؤساء ديال الدول ورؤساء زعما الوزراء كيفاش يهضروا قدام الناس. كتشوفوا دوك السياسيين ضروري كيتبعوا مجموعه ديال الخطوات، هو جانا وعلم لينا كاع هذاك الشيء، ووزاره الخارجيه الامريكيه هي اللي كتخلصوا. كيخلصوا علينا حتى الكتوبه، يعني في السيمستر كيعطيونا تقريبا 6000 درهم، 6000 درهم في السيمستر باش نشريو الكتوبه. وكيعطيونا حتى البيسي، هو هذا البيسي اللي كتشوفوا. يقدروا الا كنتو مزيانين وحافظتوا على هذيك النقطه اللي كتجيبوا في لافاك، تقدروا تكونوا مؤهلين باش تدوزوا سيمستر في امريكان، تقراو، حيت الجامعه ديالنا عندها شراكه مع مجموعه ديال الجامعات في امريكان. يعني عندك جامعات اللي مزيانين بزاف بحال امريكان يونيفرسيتي، يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا، هي ايفي ليج يونيفرسيتي، بحال هارفارد، بحال ستانفورد، الجامعات اللي كيكونوا مصنفين من العشرة الاولين في العالم. وكيخلصوا عليكم التغطيه الصحيه، وبالاضافه هذه داخله في الاكوموديشن، اللي هي كيعطيكم 500 دولار في الشهر، هي تقريبا 5000 درهم في الشهر باش تعيشوا باش تاكلوا باش شنو هو كيفاش واش كيبان لكم شنو هو المراحل باش تدفعوا لهذا المنحه.
اول حاجه هي كتكملوا الابليكاسيون ديالكم اونلاين، يعني كتدخلوا للسيت وكتعمروا هذوك الخانات اللي كيسولوكم، مثلا كيسولوكم وصفوا لنا شي تجربه فين كان خاصكم ديروا شي حاجه اللي ماشي ما كديروهاش بالعاده، مثلا تحديتوا راسكم في شي مسابقه، شاركتوا في شي مسابقه، كانت وقعت لكم شي حاجه الله يستر مع العائله، وكيفاش قدرتوا انكم تجيريو هذاك الموقف. يعني بغاو يشوفوا واش نتوما شخص كابابل وكيقدر انه يعرف يتصرف في المواقف الصعبه. من بعد الى تاهلتوا من التقديم الالكتروني كيعيطوا عليكم باش تدوزوا الطفل اللي هو نسخه سهل من الطفل الحقيقي. هاد النسخه ديال الطفل سميتها الطفل اي تي بي، الطفل اي تي بي تيست، هو تيكون سهل من الطفل اي بي تي. الطفل اي تي بي كيعطيكم فيه غير ليسنينغ و رايتينغ، يعني كيعطيكم واحد التكست بالانجلي كيعطيكم الاسئله ديالو كتبقاو تحاولوا تجاوبوا عليهم، ومن بعد كيعطيكم واحد المقطع كتسمعوا ليه وكيعطيكم اسئله بناء على هذاك المقطع وكتبقاو تجاوبوا عليه حتى هو، يعني باش يتستيو المهارات ديال لونغلي ديالكم. هما كيخلصوا هذا التست، من بعد الى درتو فيه مزيان عاد باش كدوزوا التست ديال الطفل اي بي تي اللي هو خاصكم تجيبوا فيه مينيموم ديال 56، اللي كما قلت من قبل هي نقطه سهله بزاف باش تجيبوها. زعما كنت بريباريت شي 3 ايام ولا شي يومين قبل عاد باش مشيت ندوزو. والحاجه المزيانه هي انهم كيخلصوا عليكم هذا الطفل اي بي تي، يعني نورمالمون كتخلصوا فيه شي 2000 وشي حاجه درهم، ولكن هما كيخلصوا عليكم الا تاهلتوا. والحاجه المزيانه هي واخا ما دوزوش المراحل الاخرى كتكونوا ديجا عندكم الطفل اي بي تي اللي تقدروا تدفعوا به لمنح اخرى ولا شي جامعات اخرى، يعني نتوما رابحين رابحين. من بعد الا جبتوا مزيان في الطفل اي بي تي كتمشيو كدوزوا مقابله في اميديست. اميديست هو واحد السونتر امريكي كاين في رباط وكازا ومراكش، وتما فين كديروا المقابله، كديروا مقابله مع ناس اللي جايين من السفاره واللي خدامين حتى في اميديست. هاد راه كان غادي يكون معنا واحد اللي سميتو عبد اللطيف، هو من الرشيديه وتاز في هاد المنحه نهار الاثنين ان شاء الله. غادي تكون عندهم لوريونطاسيون حيتاش غادي يمشيو دابا باش قريب زعما في الاخر ديال الغش غادي يبداو القرايه ديالهم، فاش غادي يمشيو معايا ان شاء الله. ومن بعد الى درتو مزيان في لونتروتيان كيصيفطوا لكم بلا راه تقبلتوا تقريبا. امتى كيصيفطوا لكم؟ في الاخر ديال جويليه، يعني تقريبا فاش تيقرب غوش تيصيفطوا لكم كيقول لكم مبروك راكم تقبلتوا، كيعطيوكم الوراق اللي خاصكم تسنيو باش تزيدوا لقدام في التقديم ديالكم. من بعد القرايه كتبدا في الاخر ديال غوش. واش كاين شي سؤال لحد الان؟ واخا انا غادي واخا نكون تنهضر ولا شي حاجه غير قاطعوني، الى تفكرتوا شي حاجه غير قاطعوني وكتسولوني. يعني كملت دابا المنحه ديال الناس اللي بغاو يديروا لا ليسونس. دابا غادي نهضر لكم على المنحه اللي بغاو الناس اللي بغاو يديروا الماستر في الجامعه اللبنانيه الامريكيه. اذا ميبي تومورز ليدرز جراديويت سكولرشيب، منحه ميبي لقاده الغد للدراسات ما بعد الباشلر ما بعد لا ليسونس، كتعطيكم منحه عندها نفس الفوائد ديال المنحه اللي هضرت عليكم، خلصوا عليكم القرايه، المصاريف ديال السفر، المعيشه، 500 دولار في الشهر، وغير نتوما كتقراو الماستر بدل ما تقراو في لا ليسونس. والماستر عندكم ماكسيموم عامين، يعني اللي كيعجبني في النظام الامريكي اللي هو فليكسيبل، تقدر تكمل قرايتك في 3 سنين ونص، تقدر تكملها في عامين ونص، يعني كيعتمد على شحال خدمتي وشحال ديال المواد تاخذ في السيمستر. وكتقرا في الجامعه اللبنانيه الامريكيه اللي هي قريبه بزاف للجامعه الامريكيه ببيروت، وحتى هي من احسن الجامعات في العالم العربي وحتى في العالم. كاين شي سؤال على المنحه ديال الماستر؟ نفس المعايير، يعني كيختاروا انكم يكون عندكم واحد السجل اكاديمي اللي يكون مزيان، زعما ماشي يكون مزيان بزاف تكونوا كتجيبوا، حيت هما واعيين بان الانظمه ديال التعليم كتختلف، يعني مثلا الا جبتي مثلا 14 ولا 16 ولا فوق راه حاجه مزيانه، يعني غادي ياخذوها بعين الاعتبار. وحتى عاوتاني كيشوفوا الشخصيه ديالكم.